أصابته شوكة. أخ من هنا، هل هذه طريق الطبيبة ليندا؟ نعم نعم، لكن ما المسألة؟ أصابته شوكة وهو تعبان. يا إلهي سأساعده، اصبروا. هيا هيا. هالنجدة هالنجدة، يونس ماذا حدث؟ نحن في أزمة، بلع شبوط شوكة يا ميمونة. يونس سأحضر الطبيبة ليندا في الحين. لحظة سأذهب بشبوط وابنته إلى العيادة، وأنت يا مسعود أحضر ليندا. بخير يا أبي. تماسكي، قليلا من الصبر، قليلا من الصبر أرجوك. طبيبة ليندا، حالة عاجلة، أنت مطلوبة في العيادة فورا. مسعود أبي سأتركك. حاضر مسعود. دقيقة، أنهيت عملك أليس كذلك؟ نعم. لماذا إذن لا تنضم إلينا؟ لأني ألقي محاضرة على كركر. حسنا. صباح الخير أيها القاضي عادل. أنت مستعجلة، إلى أين؟ سمك الطبوش أصابته شوكة. ها؟ كركر، ما رأيك بهذا الشعر الناعم، بهذه اليدين التي تعمل كل شيء، بهذه القدمين التي تركض بسرعة، بهذه العينين التي يصل مداها الأفق، وهذه الأذان التي تسمع بدقة كل شيء؟ سبحان الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أستاذ، ماذا؟ نحن بعشر الكراكر نستطيع العيش في البحر والبر دون متاعب، لذا لا أعتقد أننا أقل من البشر أبدا. صحيح، لكن عندما أراد البشر العيش في البحر بنوا السفن، وعندما أرادوا الغوص في البحر بنوا الغواصات، وعقلهم المتقدم يعوضهم عما لديهم من كراهية وحب للنزاع، فهم يقاتلون ويكرهون، أما نحن فلا نفعل ذلك، وهذا أمر مشرف. ولكن يجب ألا ننسى وجود العديد من البشر الطيبين مثل مسعود. أنت تحاضر؟ قاضي عادل، أهلا بالقاضي العادل. أهلا بك. لما لا تشرب الشاي معنا؟ ها؟ شكرا، من أعد الشاي، أنت أم ليندا؟ ليندا، بالطبع ليندا. سأشرب معكم. تبدو حزينا أيها القاضي عادل، لما؟ لقد رفضت طلبي مرة ثانية. من هي التي رفضت طلبك؟ ليندا رفضت الزواج مني. فهمت، لذا لم أوافق على طلبك إلا بعد موافقتها. أستاذ تصرفك كان سليما، أنا أوافقك. الحب الحقيقي على جزيرة السعادة أمر عظيم ومحترم. هناك أسباب لرفضها لي، أنا عجوز وليندا شابة، وهناك أزواج متكافئون وأزواج غير متكافئين، مع أني كنت أعتقد أنك ستقنعها، وهذا غير ممكن لأنها ليست ابنتك الحقيقية. لم أكن أعرف ذلك، ليندا ليست ابنة الأستاذ إبراهيم. هذا صحيح. أستاذ، أنا معجب كثيرا بليندا وأفكر في التقدم لطلب يدها. ماذا؟ نعم، سترفض طلبك حتما أيها السيد. ماذا تقول يا قاضي عادل؟ ليندا تعتبرك كأخ لها، لقد نشأت وتربت معك كما درست معك. سأخبرها بأنها ليست ابنة الأستاذ إبراهيم. ماذا؟ سأفعل ذلك. كفى يا كركر، يكفي لهذا اليوم، يكفي. أجل، مع السلامة. أنا أتمنى لها من يسعدها، فهذا أمل كل أب أيها القاضي، وأنا أحب ليندا كثيرا. أرجوك أن لا تتسرع يا إبراهيم. مسعود اسمعني جيدا يا عزيزي. نعم. أرجو أن لا تخبرها بالسر يا مسعود، أبدا أبدا أبدا. لا، لن أفعل. لا أريدها أن تصاب بصدمة لو علمت، فأنا أحبها وهي تحبني كثيرا كما تحب أنت والديك يا عزيزي. لن أخبرها يا أستاذ إبراهيم. كيف حاله؟ سيكون بخير. عظيم، لكن كيف تمكن من التحمل طوال هذه المسافة؟ وجرحه خطير، لابد وأن ابنته سعدت، إنها تحب والدها كثيرا. معك حق. شكرا لكم جميعا، شكرا يا يونس. حسنا حسنا، حبك لوالدك أنقذ حياته. لا أدري
كنت أفعل لو حدث لوالدي أي مكروه؟ لذا فقد قمت بجهد يائس لإنقاذه، فأنا أحب والدي كثيرا. فهمت، فالأباء والأبناء يحبون بعضهم البعض. هذا صحيح، وما حصل أمر طبيعي، إذ ليس من المعقول أن أترك والدي وهو بحاجة للمساعدة. جميل جميل، الأبناء يحبون أباءهم ويساعدونهم. ليس ذلك فحسب، بل لا يستطيعون التخلي عنهم. يا هذا كلام رائع جدا. آسفة لقد أطلت الحديث، ليندا سنمضي بعض الوقت هنا ونعود إلى البحر. هذا أفضل؟ شكرا شكرا. أرجو لكم السعادة، أرجو لكم السعادة. كانت هذه محادثة رائعة. هجة رائعة رائعة. الطبيبة ليندا قدوة للجميع، قدوة للجميع. ميمونة أين أنت يا هلهيلة؟ هنا هنا، شمي هذه رائحة طيبة. رائحة طيبة، كنت في حديقة الأزهار أليس كذلك؟ نعم صحيح. ها يونس، أليست رائحة زكية؟ ترى ماذا حدث له؟ ها؟ إنه يتأمل الطبيبة ليندا مبهورا. ماذا أصابك؟ تبدو غير طبيعي. إني حزين بعض الشيء. مما؟ قل لي من أحزنك. أنا منزعج جدا ميمونة، أحتاج نصيحتك في أمر هام. حسنا أنا حاضرة. إذن كركر يحب ليندا. نعم، لكن ليندا لا تعلم بالأمر. أين تعتبره كأخ لها؟ هذا صحيح، وهو الآن غاضب. ماذا أفعل يا ميمونة؟ لا شيء، فليندا ستتزوج من تريد يوما ما. أظن كافة الكشاكش في الجزيرة يحبونها، حتى كركر، لأنها ذكية وجميلة ورائعة. وأظن يونس معجبا بها. ولكن من الذي تحبه ليندا؟ هذا هو السؤال. لا أحد، فلم أسمع بخبر كهذا من قبل، ولم أرها تخرج مع أحد من قبل. فهمت. على كل، سأسأل الطبيب ليندا شخصيا. هذه فكرة جيدة يا هيلا هيلا. سأذهب الآن. لا لا تفعل يا هذا. سمعت كل شيء. إذا كركر طلب يد ليندا، لكن ليندا تعتبره كأخ لها. والأستاذ إبراهيم لن يزوج ابنته ليندا إلا لمن تريده هي، فهو يحبها ويتمنى لها السعادة من كل قلبه. لا شك أنه يتمنى لها السعادة، فهي ابنته وهو يحبها. أجل، فهذه حال الأباء. نعم، وهو يحترم شعورها كثيرا ويحبها. هذا لا يمنع أن أذهب لأسأل الطبيبة ليندا. لا لا يا هيلا هيلا لا. أليس لك محبون؟ ألا تنوين الزواج؟ لا أدري. لو سمحت، ما رأيك بيونس؟ يونس؟ لا أدري أيضا. وماذا عن كركر؟ لا أعرف. أنت تعرفين أن والدك لم يزوجك إلا لمن تريدينه أنت، أصحيح؟ هلا هلا، أنت تعرف كل شيء أليس كذلك؟ طبعا، فالجميع يتكلم عن هذا الأمر ويفكرون بالزوج الملائم لك. صحيح؟ أخبرني من يفكر بالأمر؟ مسعود وميمونة وقبقب وبروة. وهل الأمر مقلق لهذه الدرجة؟ ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل يا هيلا هيلا؟ ماذا؟ ربما طبيبة، هل أنت الفحص الطبي والعلاج؟ لأننا سننقش الطاولة كما طلبت منا. شكرا يا كشكش ويا مفيد. مفيد؟ أي طاولة ستنقش أنت؟ ها؟ سأنقش الطاولة السفلى. سأخذ هذه إذا. وهذان يحبان ليندا. أيتها الطبيبة ليندا، هل أنت خارجة وإلى؟ نعم، أنا ذاهبة لقرية الغناء لأحضر عسلا لأعمل لوالدي قرصا من العسل. سألتها. وماذا قالت؟ قالت إنه أمر لا يستحق الكلام عنه. مسعود، من الأفضل ألا تفكر بالأمر لأنها لم تخبرني بشيء. كيف بدت عندما سألتها هيلا هيلا؟ بدت مسرورة. إذن فهي تحب أحدا ما؟ لا أظن ذلك، لكن كيف تعرفين بأنها تحب يا ميمونة؟ عندما
أنا أشعر بالسرور وكأن أحدا يهمس لي الأمواج مثلا. أمواج أمواج. الأمواج لا تتكلم لكنها تحدث صوتا. انتبه يا كركر، ما بك؟ آسف سيد يونس. أنت شارد الذهن، ماذا حدث لك؟ أنا ما أنا تكلم. أحب الطبيبة ليندا كثيرا. ماذا؟ تحب الطبيبة ليندا؟ إنها مثل أختك. إنها ابنة الأستاذ إبراهيم بالكفالة. بالكفالة ويعتبرني القاضي عادل بأني بمثابة الأخ ليندا. هذا صحيح، أنت مثل أخيها تماما، أنت مثل أخيها الصغير. يا ولدي. أنا أيضا أحب ليندا. الكل يحب ليندا. الكل يحب ليندا. لا أدري ما الذي أتى بي إلى هنا، ولكن على أي حال سأتجول هنا قليلا. تيمور تيمور. أوه يونس، هل تسمح لي بدقائق؟ تفضل. شكرا شكرا لك. أنا من خدمة. أرجو ذلك. حسنا، رجل ما يحب امرأة ما، أمل أن يوفق. ماذا؟ أنا آسف، طلب مني إصلاح عطل في المرصد الفلكي بسرعة. بالمناسبة ماذا تريد يا يونس؟ أتيت هنا لأسأل عما ينبغي أن يفعل من يحب امرأة ما. هذا سهل. سهل؟ يتقدم لخطبتها. لكنها قد ترفض. تنساها إذا. لا أستطيع. إذا لا تتقدم إليها أبدا. لا أستطيع لا أستطيع. إذا كان لديك الشجاعة. شجاعة. الطبيبة ليندا بمعزة العسل. طبيبة ليندا، سأخبرك شيئا. ماذا؟ في الحقيقة أنا أحبك. أتتزوجينني أيتها الطبيبة ليندا؟ هل تتزوجينني؟ أتزوجك؟ أجل، أنا أرجوك. طلبك فاجأني، ولا أعتقد أن الظروف ملائمة. الظروف لا تهم، لا تهم أبدا أيتها الطبيبة. ماذا؟ لكنك لا تعرف ما هي ظروفي، أليس كذلك يا يونس؟ لا تعرف عني شيئا. أعرفها أعرفها جيدا، كونك ابنة العلامة بالكفالة أعرف ذلك. ابنته بالكفالة؟ لا يهم لا يهم، حتى لو لم تنتمي إليه بصلة، مع أنه أحسن أستاذ في الجزيرة. لم أعرف ذلك، لم أعرف أنني ابنته بالكفالة. بالكفالة يا إلهي. هل توافقين يا ليندا؟ هل توافقين؟ أرجو أن تتزوجيني يا ليندا العزيزة. ماذا؟ أنا مرتبكة يا يونس، آسفة لكني لا أقدر على الموافقة، لا أقدر. هل هذا لأني قلت لك إنك ابنته بالكفالة؟ لا نعم، لا أقدر على قبول القبضة. ليندا ليندا لحظة يا ليندا لحظة. ليندا بالكفالة، لقد بكت الطبيبة، نسيت العسل. ماذا؟ الجميع يحب ليندا، لذا من الصعب على ليندا اختيار الأنسب. حسنا، سأحاول مساعدتها وتقديم النصيحة لها. نسيت ليندا أن تأخذ هذا. أوه إنه لها، أين هي الآن؟ أين؟ كان يونس قاسيا. يونس قال لها إنها ابنتك بالكفالة. ماذا؟
يا إلهي، إنه لمن السخف أن يقول هذا. لما قاله؟ لما قال ذلك؟ لا ندري. لا يهم شعوري أنا، فهذا أمر طبيعي، لكنني واثق من أنها حزينة ووحيدة في مكان ما. يا ابنتي العزيزة ليندا، يا ابنتي العزيزة، أين أنت الآن؟ أين أنت؟ هيا نبحث عنها. سأذهب الآن. ليندا، ليست هنا وليست هناك، ترى أين هي؟ أبي، إني أشعر بالوحدة. أبي لا يريد إزعاجي، لهذا لم يبح لي بالسر على ما أظن. أرجو ألا تكوني حزينة يا ليندا، كان يجب أن أصارحك وأخبرك بالسر من قبل. لقد كنت مخطئا يا ابنتي، سامحيني يا ليندا. عمل يونس كان طائشا. كفى يا قائد قروش، الكل يعرف بالسر لكن لم يتكلم عنه أحد، لأنه أمر تافه وسخيف. لقد طلبت من يونس المجيء إلى هنا، فهو لا شك لم يقصد إيذاء ليندا. يونس، فهمت أنت لم تقصد أن تخبرها بأنها بالكفالة، بل كنت تريد أن تقول إن كونها بالكفالة أمر غير مهم بالنسبة إليك، أليس كذلك؟ أعتقد أن هذا من الرجولة، وأنك ذو عقل راجح، وأنك كنت رجلا أمينا، لكن هذه الأمور عادة تبقى في الكتمان. هل تفهمني يا يونس؟ إياك أن تزعج الآخرين من أجل إرضاء نفسك. أنا آسف. يا مسعود. ما الأخبار؟ لم أجد ليندا في أي مكان. يا إلهي. هيا سأناديها. لا تفعل. لما لا؟ الجميع قلقون وهم يبحثون عنها كما تعلمين. لوحدها، فهي حزينة الآن ويجب ألا نزعجها، لنتركها لوحدها أرجو. ماذا؟ حسنا، نتركها لوحدها. ليندا. شبوت ابنته، يريد والدي أن يكلمك. أشكرك لاهتمامك بي. ماذا؟ نعم، لا شكر على واجب، تفكرين بوالدك دائما. لابد أن أبي حزين، كنت أفكر بذاتي فقط. كم أنت ابنة رائعة. أبي؟ ليندا. أبي ليندا، كنت سأخبرك ذات يوم، لكن يا ابنتي. لا تهتم، فأنا لا أهتم لهذا يا أبي. ليندا يا ابنتي، إنني أشكر الله لأنه هبني إياك، كنت سعيدا جدا وأنا أراك تكبرين يوما بعد يوم. عندما كنت طفلة تعلقت بك، ما زلت أذكر ذلك، كان صوتك الباكي عندي أكثر عذوبة من غناء الغابة، وكانت عيناك صافيتين كبحر جزيرتنا الأزرق. أشكر الله على أنني استطعت أن أربيك بسعادة يا ابنتي، استطعت أن أربيك بكل سعادة، أشكره على ذلك. أبي، إن إحساسي بشعور العطف الدافئ عندك وعند ست الحسن هو كل حياتي يا ابنتي، كل حياتي. كيف حالها؟ لم أكن أدري أنكم تكون تعاطفا مع أحد غير ست الحسن. يونس، أتريد الطبيبة ليندا يا يونس؟ نعم، أود أن أعتذر لها لكن لا أقدر على مواجهتها. يونس، قلت ذلك مرة فلا داعي لإعادته الآن، لكن لا عليك، على العكس قد يكون ما عملته من أجل صالح ليندا. ماذا تعنين؟ لأن الأستاذ إبراهيم والطبيبة ليندا أب وابنة حقيقيان. ماذا؟ لكنها بالكفالة. هذا لا يهم، المحبة والتقدير والاحترام هي كل شيء، إنهما يحترمان بعضهما كأب وابنة حقيقيين. لقد خففت عني، شكرا لك يا ميمونة،
شكرا جزيلا، لقد خففت عني كثيرا. حقا أنا أوافق ميمونة، فكلامها رائع. هذه هي المحبة الحقيقية. معك حق، معك حق. وهكذا عاد الحب والوئام لمن يحلم بالأمان والسلام. وأحس طفلنا مسعود بالشعور الرقيق الذي يصنع الحب العميق بين إبراهيم وليندا، فكيف لا يعيش الجميع بسعادة في جزيرة السعادة؟ وجد سكان الجزيرة سفينة غارقة في قاع البحر، فهل لهذه السفينة علاقة بالسر، سر اختفاء والدي مسعود؟ وهل لميمونة علاقة بهذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.